أهلا ومرحبا أصدقائي الفلاحين، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. دائما في ميدان الفلاحة والزراعة، وبالضبط ما يخص الأشجار المثمرة خاصة التفاحيات منها. تاريخ اليوم هو 7 أفريل. أمامكم هنا شجرة تفاح تشرف على الإزهار، تتفتح أزهارها قريبا كما تلاحظون. هنا بعض الإرشادات والملاحظات، يعني قد شهدنا ليلة البارحة أو قبل البارحة درجات حرارة جد منخفضة في الليل، وصلت لما يقارب ناقص 2 درجة، أي درجتين تحت الصفر، يعني الصقيع الذي يضر الأشجار وخاصة في مرحلة الإزهار كما تلاحظون هنا. لاحظوا الأوراق كيف احترقت بعمل الصقيع. إخواني الفلاحين، هذا ما يفعله الصقيع بالأشجار، يعني هذه ورود ستتفتح قريبا. لاحظوا كيف احترقت وأصبح لونها شاحبا، وذلك بعامل درجة الحرارة المنخفضة أو الصقيع الذي شاهدناه الليلة الماضية. الأحوال الجوية عامل خارج عن إرادة الإنسان ولا يمكن التحكم فيه. هنالك طرق جد قليلة جدا جدا للوقاية أو التقليل من الأضرار ضد الصقيع، لكن لم تثبت نجاعتها بشكل جيد. فقط إخواني، ما أريد قوله أنه الأزهار التي هي في هذه المرحلة يعني لم تتفتح بعد أزهارها. لاحظوا الأوراق كيف احترقت، لكن هذا لن يؤثر بشكل كبير على الإثمار هذه السنة وعلى هذه الأزهار، لأن الأزهار لم تتفتح هنا. الصقيع يضر كثيرا بالثمار، والأزهار التي تفتحت يعني ظهرت بتلاتها بيضاء، لكن هنا صحيح الجليد سيؤثر قليلا، صحيح الصقيع والجليد سيؤثر قليلا على جودة أو معدل الإثمار، لكن ليس بالشكل الكبير الذي يضر الشجرة عندما تكون قد أزهرت وتفتحت أزهارها بلون أبيض أو أحمر وظهرت بتلاتها. فهنا المشكلة الكبيرة. لاحظوا عينات أخرى، هذه شجرة التفاح إخواني، لاحظوا. الكثير من الإخوة عندما يرى الأوراق بهذا اللون وقد احترقت يظنها أنها آفة أو بعض الفطريات، ويتساءل ما بها الأشجار، خاصة الأشجار حديثة، يعني الأشجار التي بدأت في التفتح. لكن إخواني، هذا فقط بعامل درجات الحرارة والتقلبات الجوية، خاصة انخفاض درجات الحرارة أو الصقيع الذي نشهده في الليل، فهو جد مضر بالأشجار، يضر الأشجار والأزهار. إخواني، في مثل هذه الحالة أنصح برش يعني الأشجار التي تضررت مثل هذه بفعل الصقيع، أنصحه برش مثل الأحماض الأمينية والطحالب البحرية، مع مراعاة أنه يجب رش الكبريت الميكروني عند تفتح الأزهار في مرحلة الطربوش الأحمر، يعني بعد أسبوع أو 10 أيام من هنا، ربما أقل حسب درجات الحرارة، يعني الحرارة المرتفعة تسرع في عملية تفتح الأزهار. لذلك إخواني، لمن يستطيع رش الأحماض الأمينية والطحالب البحرية في القريب العاجل، يعني
اليوم أو غدا أو بعد غد، فليفعل ذلك. ثم مباشرة عند وصول أشجار إلى مرحلة الطربوش الأحمر، يقوم برش الكبريت الميكروني الذي له فائدة عظيمة على الأشجار للقضاء والوقاية من مختلف الفطريات والآفات والحشرات وغير ذلك. وأيضا مرض التخشب الذي يصيب الثمار، وأيضا ما يعرف بالحزارة، والكثير من الأمراض. سأقوم بفيديو خاص برش الكبريت الميكروني. عندما سأقوم برش الكبريت الميكروني هنا في مزرعتي، سأقوم بعمل فيديو كامل لشرح الكبريت الميكروني وأهميته وفوائده ومتى يستعمل وكيف يستعمل وبعض المعلومات. إخواني، أنتم أوفياء الصفحة الذين تتابعون دائما فيديوهاتي التي أحاول فيها مشاركة كل المعلومات التي تخص ميدان الزراعة بالنسبة للفلاحين المبتدئين أو الفلاحين الذين يريدون اكتساب الخبرة ولهم بعض الغموض حول بعض المعلومات والأدوية وأشكال العناية والوقاية للأشجار المثمرة. فجميعنا هنا من أجل أن نتعلم ومن أجل الحصول على فوائد جيدة ومقبولة أو ممتازة، لما لا؟ فأنا أشارككم هذه الفيديوهات وأيضا أستفيد من تعليقاتكم، وأبحث عن فيديوهات أخرى أيضا ربما سأستفيد منها. فلا تبخلوا علينا في بالاشتراك في القناة وضغط زر الإعجاب، والتفاعل مع مختلف الفيديوهات، ومشاهدة الفيديوهات القادمة وانتظار الفيديوهات القادمة. كل يوم فيديو في هذا رمضان. فلا تبخلوا علينا التفاعل والاشتراك في القناة ودعوة أصدقائكم للقناة. إخواني الفلاحين، سعيد جدا بكل تعليقاتكم التي تصلني، كان هذا فيديو اليوم. انتظرونا في فيديو آخر نشرح فيه معلومات أخرى تهم ميدان الفلاحة والزراعة. إخواني الفلاحين، شكرا لكل من وصل إلى هذه الدقيقة من الفيديو، على أمل أن نلتقي في فيديو آخر وحول معلومات أخرى جديدة قريبا. انتظرونا.